ثواني، لو انت عايز تصدر الشغل دوت لصورة بتقول له فايل، ومن هنا بتقول له انا عايز اعمل سيف از، وتبدأ تختار الامتداد اللي انت عايزه. هتلاقي حاجات كتيرة صور، هتلاقي مثلا عندك جي اف، جي بي جي، هتلاقي الاي ام اف، كل دي صور تقدر تصدر ليها الشغل بتاعك. او تقول له انا عايز اعمل اكسبورت شينج فايل تايب، وتلاقي هنا البي ان جي والجي بي جي والاي ام اف والاس في جي، كل دي صور تقدر تصدر ليها الشغل بتاعك.